السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ انا عدنان الطولي، يوم جايب لكم مجموعه العاب خرافيه من باور بلايرز المستورده من قبل شركه سماكو. بس قبل ما نفتحهم لازم تكون من فوق 4 سنين. ويلا هلا نفتح، انا ما عاد اتحمل. هلا رح نبلش بالبطل الخارق اكسر. يا جماعة شوفوا حركاته المتماسكة، شوفوه، تعالوا نشرب الدرع، شوفوا وين بنحط، ثبت الدرع، مسك السيف. والآن يا جماعة خلصنا من أقسم البطل، انتقلنا على شخصية سارج، مستعدين لنفتحها؟ أنا مالي مصدق. يا جماعة ليك ألوان وليك عضلات بطل خارق، شخصيته حلوة، ليكم عفرات بالشنطاية، ليكوا يا جماعة ليكوا القازح بيشبه السمكة أو القرش، ليكوا عضلاته بطل خارق. هذا تتركب شنطايته من ورا، هيك تركبت شنطايته، قازف الأرمجل، ركبت الأرمجل. جاهزين يا شباب؟ حلو، حبيته أنا. بعد ما فتحنا 2 صار في عنا 4 بهي المجموعة الخرافية، 6 شخصيات. وفتحنا أول واحد هو أكسل والثاني سارج، ومعنا هلأ باربيريان بارباروس الدب البطل. لأولك أنا لحبوت فتحته، ليكم أحلى عليكم، لك جيبوا منه، جيبوا منه، دخل لي طبش الدنيا مطرقة. شباب واحد والآن معنا باربيريان بارباروس. شوفوا اللوجو، شوفوا حركاته كمان، بيحرك رجليه، ليكو قديش لين ومرن بجنن. هاي الشخصية اللي انتو عم تستنوها، ماسكو. تعال نفتحه ونشوف. بطلت، مالكم متحمسين؟ متحمسين؟ هاي الشخصية قوية جدا جدا، ليكو شلون بطل المفاجأة الكبرى انه فينا نغير له قناعه. الضربة الخارقة من ماسكو. هلا الشخصية الخامسة، هاي الشخصية اسمها غاليليو. يلا نفتحها، هاي هي الشخصية، في حركة حلوة فيه. شوف تحت مو بزاق بفتحه بزاق. وهلا ركبت له أنا دنبو، هلا ركب له هاي، شوف حطينا له هاي، هلا شوف 1 2 3. استعدون يا أبطال تواجهوا الوحش الشرير مادكا. هذا هو الشرير يا جماعة، تعالوا افتحوا عيونه مثل عيون الشر. شوف هاي رجليه بيتحركوا، وإيديه بيتحرك إيديه وتمه. وهلا بدنا نركب له الشبكة. شو صار؟ رفض الكهرباء. هلا يا جماعة بدنا نعمل معركة بيننا. 3 2 1 انطلاق.